وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا الناشط الحقوقي بدر المزجاجي. مرحبا بك معنا. لماذا تصر الميليشيات على إرسال المزيد من أبناء تهامة إلى المحرقة في حين تخفي جثث القتلى الذين يتساقطون في الجوف ومأرب؟ نعم أختي الكريمة. ألو. نعم أسمعك. نعم أختي الكريمة، هناك تقوم به الميليشيات الحوثي الإجرامية من الزج بالطاينة في المحارق، خاصة في أبطال حيث أو مقاتلين حيث ما زجت بهم في معارك الجوف ومعارك مارب، أطفال لا ذنب لهم في هذه المعركة وليس لهم فيها ناقة ولا جمل. ذهب هؤلاء الأطفال ضحية لهذا الإجرام الحوثي. هؤلاء الأطفال بعضهم بعض أهليهم غير عارفين أين هم وأين مصيرهم، لا يعلم إلا عندما تأتي هذه الميليشيات إليهم ببعض الفتات أو بعض السلال الغذائية تخبرهم أن ابنهم أصبح شهيدا، وبعضهم تأتي به في مصندقا على أنه قد استشهد. الأباء بعض الأباء استنكر هذا الفعل ورفض أيضا استلام هذه السلة وهذه الفتات الذي يلقون بها إلى أولياء الأمور أو الآباء. نعم، برأيك إلى متى سيظل أبناء القبائل مخدوعون بأكاذيب الميليشيات وبالتالي يدفعون فلاذة أكبادهم إلى الموت؟ هؤلاء الميليشيات تغرر بهؤلاء الأطفال، بعض الأطفال أو المقاتلين تغرر بهم بواسطة الدورات التي تقوم بها دورات للتضليل على الأطفال، وأيضا تقامت الميليشيات بقطع رواتب المعلمين. وتجهيل التعليم، ما أدري لأن الأطفال هؤلاء لا يجدون مدارس، أصبحت المدارس مغلقة، تجهيل التعليم، لا يدري أين يذهب هذا الطفل، ويضطرهم إلى المعارك للقتال، وبعضهم من طريق التضليل الإعلامي أو التضليل في الدورات، فأصبحوا محرقة الميليشيات و نعم كان معنا الناشط الحقوقي بدر المزجاجي، شكرا لك.